والله لقد جئتكم بالذبح. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الرسول ذبح. يقطع المرأة ثلاثة، يقطع الصلاة صلاة المرأة ثلاثة، الكلب والمرأة والحمار. بين الله سبحانه وتعالى عقوبة الزنا في كتابه، فقال الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من بدل دينه فاقتلوه. أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لعنيكم. يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. God loves you and he loves you with a love that you don't even know anything about. لما كنت بتصرخي ودخلتي تنامي ايه اللي حدث؟ طبعا لما اجيت نمت وانا كنت الدمعة بعيني وكنت عم بصرخ لربنا لالله اللي كنت انا عطول احكي وياه. فندمت وبين الساعة 4 الفجر والخمسة فجريات حسيت شفت شخص واقف بالباب الغرفة اللي انا نايمة بيها، بين يعني بين بين الباب، يعني لا هو برا ولا هو جوا، لا هو بالصالة ولا هو بداخل الغرفة. كان واقف يعني رجل ضخم، ايده كبيرة، ايده مو طبيعية، يعني مو ايد رجال طبيعي، لا ايده كلش كبيرة، الكف ايده، بس وجهه ما مبين. كان لابس فوطة على راسه بيضة ولابس قلبية بيضة، بس كان ورا نور داخل القلبية، نور مبين، وكان مثل هو شلون داير وجهه هيك مبين، لحيه هيك لونها بين البني والحمار، انا هي انتبهت على هاي اللحيه. بس انا ونايمه انطيت ايدي، ايدي قاعد ترجف، مديت لايدي اللي نمت نايمه على الارض، مديت لايدي وايدي قاعد ترجف، هو ماد ايده واقف يعني ما تتحرك ايده، واتطاوع على النور اللي قاعد تطلع من بين ايده. ف والدمعة قاعد تنزل، صرخت له، قلت له كلمة واحدة: حبيبي يسوع. يعني ضليت يعني شون انه انا ضليت انا حتى مجدوها بيني وبين نفسي من قعدت من النوم انه شنو حبيبي يسوع. بس هذا اليوم دقت علي الباب، زارتني نفس المرة المسيحية اللي نقذتني يوم 15/4/2010 من ايد هذا الرجل القاسي اللي كنت انا مرتبطه بيه من زوجته. جت تطمن علي، تقول لي ايش دا يصير وياكم، شنو اخباركم، شنو هاي. فقلت لها: خاله تعرفين اليوم الصبح انا حلمت برجال ضخم هيجي، كان كله لابس ابيض، وانا مديت له ايدي وقلت له حبيبي يسوع. قالت لي: شنو شنو قلت له؟ قلت لها قلت له حبيبي يسوع. فهي شلون يعني حسد الكلام اللي يطلع من حلقها يرجف. قالت لي: تعرفين منو هذا يسوع؟ قلت لها: لا. قالت لي: هذا الله. انا طلع يعني نظرتي كانت لها باستغراب، يعني قلت لها: الله، ليش الله عنده اسم؟ قالت لي: لحظه شويه. راحت هي نزلت على بيتها ورجعت لي شوي، جايبة بيدها كتاب صغير الإنجيل. فقلت لها: شنو هذا؟ قالت لي: اللي شفتيه بالحلم حتعرفيه هنا بهذا الكتاب، راح تقريه. قالت لي: واللي قلتي له حبيبي يسوع هذا راح يغير حياتك، وهذا راح تشوفين اختبارات عظيمة من عنده، وانتي راح تشهدين عنه بس من خلال قراءتي بهذا الكتاب المقدس اللي هي الست المسيحية جابت لي. أكو آية لمعت بعيني وبحياتي ولحد هسه هي جواتي لما شفت آني المسيح. قرأتها بأشعية 43 لما يقول، أكيد هو الرب يسوع،
يقول لا تخافي يا ابنتي لأني فديتك، دعوتك باسمك لأنك أنت لي. أمين. حقيقة بهاي بهذا الوقت يعني إنه شلون ما أخاف، يعني كلمة لا تخافي هاي كلمة كبيرة، لأن أنا عشت عمري كله حسيت أنا بخوف، أنا برعب. لما قال لي هاليلويا ودعوتك وانتي إلي وانتي إلي، قلت يعني شو مجدا للرب. آمين حقيقة، آمين مجدا للرب. والله لقد جئتكم بالذبح. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الرسول ذبح يقطع المغاثر، يقطع الصلاة، صلاة المغاثر ثلاثة، الكلب والمرأة والحمار. بيّن الله سبحانه وتعالى عقوبة الزنا في كتابه، وقال الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من بدل دينه فاقتلوه. أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لعنيكم. يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. God loves you. And he loves you with a love that you don't even know anything about.